أطلق المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة في عام 2011 أطلق جائزة خاصة بالباحثين حملت اسم الجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية أماني. وقد فاز بها على مدى سنوات باحثون كبار أضافوا الكثير لحقل العلوم الإنسانية والاجتماعية. وقبل يومين فاز ثلاثة باحثين بالجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية في دورتها التاسعة التي اختتمت في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات بالدوحة تحت عنوان مفهوم الثقافة السياسية، الثقافات السياسية في العالم العربي. لنتابع. الجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية هي حافز قوي للباحثين العرب لتطوير بحوثهم والاجتهاد بإنجاز بحوث تعنى بالقضايا التي يتطرحها المركز. هذه السنة موضوع المؤتمر والثقافة السياسية والثقافة السياسية في العالم العربي، وهو موضوع يعني البحث فيه قليل، لذلك جاءت فكرة المركز من أجل فتح مجال الكتابة في هذا الحقل. الموضوع الذي عالجته في هذا المؤتمر كان هو التوافق في ثقافة النخبة السياسية المغربية، وهذا التوافق في الحقيقة يخضع لمحددات ليس بالضرورة تنطبق عليها الإطار النظري، خصوصا الذي يعني ظهر في الدول الغربية إلى غيرها. لدينا خصوصيات في العالم العربي وفي النموذج المغربي على وجه يعني بشكل أخص، لدينا خصوصيات محددة للتوافق هي متفردة، خصوصيات يعني فيها بين النخبة المؤسسة الملكية ومشروعيتها التاريخية والدينية إلى غير ذلك، وبالتالي لا يمكن أن نقيس التوافق بين هذه النخبة بمعايير إطار نظري مستلهم من مجتمعات أو من تجارب. هذه إذن مشاهدينا ثمرة جهد متناسق، ماذا عن البذرة والفكرة؟ الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الاستوديو رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا ورئيس لجنة الجائزة الدكتور عبد الوهاب الأفندي. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين. نحن أسعد طبعا. تفضلي. إذن الجائزة في دورتها التاسعة فاز بها ثلاث باحثين، ما أهمية هذه البحوث؟ أولا طبعا البحوث في موضوع مهم جدا، هو موضوع الثقافة السياسية، مفهوم الثقافة السياسية وتطبيقاته في العالم العربي. هذا الموضوع له حيوية كبيرة من جهتين، أنه كان عند بعض المناظرين الغربيين بيروا أن الديمقراطية دائما تحتاج إلى ثقافة معينة، في نقاش حول هذا الأمر، وأصبح يستخدم أيضا ضدنا نحن العرب، يقال أن الثقافة السياسية العربية والإسلامية ليست محبذة للديمقراطية، ولهذا لا توجد ديمقراطيات في العالم العربي والتي توجد لا تعيش طويلا. هذا حقيقة موضوع النقاش فيه طبعا نقاش جيد ومهم، ليس فقط من ناحية النظرية ومن ناحية العلمية، بل من الناحية العملية كما ذكرنا، لأنه نحن نناقش بأنه صحيح الثقافة السياسية مهمة، ولكن ليس بالضرورة أن الثقافة العربية معادلة للديمقراطية، وهناك حجج تشير إلى عكس ذلك، بمعنى أنه ما حدث في الربيع العربي أن العرب أثروا أنهم يحبون الديمقراطية ولا يحبونها فقط، بل يناضلون ويموتون ويستشهدون من أجلها، لأنه في الدول الغربية يعني الديمقراطية ليس لها ثمن كبير. يعني الحديث عن الجائزة يقودنا إلى عدة مواضيع، عن الحديث عن أنثروبولوجيا، عن النخبة السياسية، وهي من بين جملة المواضيع المتوجة في هذه الدورة التاسعة. حدثنا دكتور عبد الوهاب الأفندي عن أهمية هذه المواضيع المتوجة في هذه الدورة التاسعة. أصلا هو الجائزة غرضها طبعا تشجيع البحث العربي،
وهي صممت طبعا، هي بدأت تحولت من عدة جوائز. دائما المركز العربي لأبحاث ثلاث السياسات عندما بدأ في 2011 عمل أول مؤتمر علمي اللي بيجمع الباحثين العرب من معظم الدول العربية حتى يناقشوا دائما موضوع، دائما هم يختار موضوع يكون حيوي يكون مهم. كان تحدث على اللغة في المؤتمر الأول وعن التنمية أيضا. بعد ذلك تناول قضايا كثيرة من الحرية، منها الجيش والسياسة، يعني منها الانتقال الديمقراطي. فالأوراق بتمر بعدة مراحل، يعني أنت بتقدم المقترح، المقترح نفسه بيحكم، إذا قبل المقترح بيسمح لك بأنه تكتب ورقة. انطلاقا من هذا ضعنا في صورة الأعمال المتوجة، نتحدث عن أعمال ثلاثة الأولى أستاذ. الأعمال التي فازت ناقش واحد منها الثقافة السياسية في المغرب والنخب وكيف يعني وعمل للأستاذ سعيد حاجي. نعم سعيد حاجي، وكيف أن الثقافة وما يعني التبجيل الملكية والنظر إليها سهلت من التوافق، ولكنها أيضا لم تجعله ديمقراطيا 100%. هناك بحث آخر عن أنثروبولوجيا ثقافية على النوبة في مصر وطموحهم إلى العودة إلى مواطنهم الأصلية بعد أن يبعدونها. أيضا ناقش ما هي الأفكار التي تدفعهم لهذا، الثقافة من ناحية عملية منها. أما البحث الثالث فهو أيضا تحدث عن دور الثقافة السياسية وتطورها وتأثيرها في الثورات العربية. هذه ثلاثة أعمال من مجمل 194 ورقة بحثية تسلمتموها من أكثر من 15 دولة. ما هي المعايير التي حددتموها لاختيار الأبحاث الفائزة؟ طبعا المعيار الأساسي هو الجودة والرصانة في البحث والاعتماد مناقشة ما هو موجود من أبحاث والاعتماد على مراجع مهمة والاتيان بأفكار جديدة. وليست حقيقة 194 ورقة، هو 194 مقترح، ولكن قبلت منها 38 ورقة، ومن هذه 60 سلمت، ومن هذه 20 فقط اختيرت. فيوريك أنه هذا في تصفيات بمراحل كثيرة. يعني أنت قد تكون في ورقة جيدة لكنها لا تتناول الموضوع. جودة وأصالة البحث هي الفيصل وهي الفارق كما قلت دكتور عبد الوهاب. نتحدث عن هذه الجائزة المهمة جدا على مستوى الوطن العربي التي أطلقت في عام 2011. برأيك دكتور عبد الوهاب الأفندي، إلى أي مدى خدمت الصعيد البحثي فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية والإنسانية؟ يعني هي طبعا أول شيء زي ما ذكرنا أنه ليس طبعا بسبب الجائزة فقط، ولكن بسبب المؤتمرات التي تقيم المركز العربي والفرص التي تحتاج للباحثين باقي الفعاليات والأنشطة طبعا، أنه يعني الباحثين العرب لا يجدون منابر كثيرة تدعمهم وتسمح لهم بأن يقدموا أوراق رصينة وتتنافسنا. يعني أنت تعرف أن لو مجرد أنك قدمت ورقة وقبلت في مؤتمرات المركز العربي أنت فائز لأن زي ما ذكرنا إذا كان في 194 مقترح وقبلت منها في نهاية الأمر 20 فقط من أوراق، هذا نفسه تمحيص. يعني أنت وصولك إلى هذه العتبة أنت جائزة، لأنه أنت من 200 شخص أنت أصبحت واحد من 20 فازوا، مثل القوائم الطويلة للجوائز. بعدين يعني هذه البحوث بتنشر ايضا، هذا شيء مهم. الاساتذه والاكاديميين العرب لا يجدون النشر كافي في منابر رصينه، وهذا في الجامعات مهم، يعني الترقيات وكذا بتعتمد على ان تكون نشرتها في مكان جيد. وبالتالي لكن الجائزه نفسها ايضا هي مزدوجه، هي بتقيم يعني الان مثلا هذه الاوراق الثلاثه يعطى كل واحد منهم 50,000 دولار. هذه 50,000 دولار بتعطى منها 10,000
نقدا، لكن المبلغ الباقي تقدم أنت بحث، تطوير بحثك، يعني يساعدوك في أن تحول بحثك إلى كتاب. هذا شيء جميل يعني، هذا أيضا يعني فائدة إضافية. شو وقتنا للطبعة القادمة؟ الطبعة القادمة يعني أعلنتم في حفل الجائزة عن موضوعها، والذي سيكون مؤتمر، عن المؤتمر سيكون بعنوان مواقع التواصل الاجتماعي، جدلية حرية التعبير والرقابة والسيطرة. لو تقربنا أكثر بأهمية هذا الموضوع. هذا مهم جدا يعني، وهذه فرصة طبعا أن ننبه المستمعين من الأكاديميين أنه يستعدوا من الآن للتقديم. هذه المؤتمرات الآن كانت تعقد كل عام، وبالتالي كانت تعطى يعني أشهر قليلة، 5 أشهر حتى تقدم ورقتك الآن. يعني من منبر التتويج حيث كرمت الأبحاث الثلاثة والمشاركين، أعلن الدكتور عزمي بشارة عن محور الدورة جديد. العشرة الذي سيعنى وهو محور مهم فيه أهمية مزدوجة، ويتحدث عن وسائل التواصل والإنترنت والآن الميديا التي أصبحت يعني في كل مكان، ولكن يشار إلى أنها أصبحت أيضا أداة للرقابة. يعني الآن تقول ما تشاء في التويتر، ولكن عندما تروح مثلا على أمريكا يطالبوك بأن تفتح حساباتك كلها على الفيسبوك وكذا، ويروحوا يفتشوها هل قلت كلام يعني لا يرضي تحت الوجه. وطبعا يعني حكومات ما حدث ولا حرج، يعني بعض الناس يسجن 30 سنة لأنه عمل تويتر، فأصبحت هي نفسها أداة للرقابة. فإذا السؤال هو يعني مزدوج، إلى أي حد أصبحت هذه الوسائل زي ما كنا بنحب ونتصور أن هي أداة الحرية، وأصبح الآن أي واحد أصبح صحفي، وأصبح كل واحد كل يوم بالصباح يعني كنا نتقاسم هذا يعني هذا ولد في داخلي سؤال يعني على السريع دكتور عبد الوهاب الأفندي، الكل أمان يستخدم وسائل ووسائط التواصل ما فيها تويتر وفيسبوك وإنستغرام إلى غير ذلك، لكن على الصعيد البحثي هل هناك اهتمام في الرقعة العربية بالمواقع التواصل؟ يعني في اهتمام، طبعا في اهتمام، لأن أصبحت هي تفرض نفسها. فكثير من الباحثين مثلا لما جاء الربيع العربي، الربيع العربي طبعا أعطى هذه الوسائل. أنا شخصيا لم يعني أعمل حساب فيسبوك إلا بعد الربيع العربي، كنت ما عندي وقت أنا يعني حتى يجيك 1000 واحد كذا وتحب ترد على كل واحد. لكن لما جاء الربيع العربي أصبح الفيسبوك والتويتر هذه من الضروريات يعني بالنسبة لأي شخص. مواطن رقمي، صحافة المواطن رقمي. أصبحت لكن أقوى. وكتب عنها الكثير، يعني بكتب عنها الكثير، لكن كان دائما يكتب عنها بأنها يعني الجانب الإيجابي أنها تساعد الحرية وكذا. بس نحن طبعا ننتهز هذه الفرصة حتى ننبه اللي بيستمعونا من الأكاديميين والحاضر يكلم الغايب، يحاولوا أن يدخلوا على موقع المركز العربي ويشوفوا إيش الشروط ويكتبوا أوراقهم من الآن ومقترحاتهم. يعني هي دعوة لكل الباحثين والأكاديميين والشباب بالذات، حتى خاصة أن الشباب كلهم يعني بيشتغلوا في الإنترنت مرات يعني بينسوا أنه يكتبوا ويقرأوا. جميل جدا أن تتاح لنا فرصة الإعلان، إعلان ترشح أو فتح باب الترشح للدورة العاشرة لهذه الجائزة المتخصصة في العلوم الاجتماعية والإنسانية. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الوهاب الأفندي، مدير معهد، عفوا رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا ورئيس لجنة الجائزة. شكرا جزيلا لك على قبول الاستضافة.